عليكم، متتبعين ديالي كي دايرين لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ بخير، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وما خاصكم خير يا ربي، والهلا يخطيكم عليا. وانا عارفه راسي درت الفلطه بزاف، ماشي دايره فلطه، راه ربي اللي يعلم حق الله العظيم. يعني ما بقيت كنصور، ما بقيت كنحط والو، ما فهمتش. قلتها لكم داك الفيديو اللي كدرت دابا ماشي 15 يوم ولا ما عمرها ما كانت ليا، راني قلتها لكم. كنت كل نهار كنحط، الا ما حطيتش نهار نحطي نهاريين لا. وكما كيقول واحد المثال، الهلا يجعل باش يدور، الهلا يدور عليك عينين. يعني بنادم راه كيحسدك على والو، ما احنا مازال ما درنا والو ومازال ما طلعنا ما والو. وتبعوني الله يستر، الله يتبعهم في الصحه ديالهم، تبعوني راني ما نسمح ليهمش حتى الغدا قدام الله. اش غنقول لكم؟ وحق الله العظيم راه لا اله الا الله محمد رسول الله. صوره ما بقيتش كنحمل اليوتيوب، نقول لكم الصراحه صافي ما بقيتش كنحملو. قلتها لكم في داك الفيديو الصغير، انا قلتها لكم في داك الفيديو الاول، وانا كنقولها لكم دابا. والناس اللي ما كندخلش عندهم، الناس اللي كيدخلوا عندي وما كندخلش عندكم، الله يرحم ليكم الوالدين، الله يرحم ليكم الوالدين. فدعواش ما تقلقوش مني، ما تقلقوش مني، نتوما عارفين سميه كي دايره. سميه صاحبه واجب، وحق الله ما بقيت كندخل حتى عند شي واحد. شنو وقع ليا؟ والله ما فاهم. ورا التعاليق ديالي يما تسمحوا لي، لا الدنيا لا الاخره، حتى الغدا قدام الله ما كندخل لهم. كي جاكم هادشي من داك النهار ملي حطيت الفيديو؟ صافي داك النهار شفت التعاليق اللي قلت ليه يمكن، صافي من تما ما كنحط، ما كندخلش كاع نهائيا، ما كنشوف لا تعاليق لا والو. شنو وقع ليا ما فهمتش اخوتي، وحق الله العظيم ما تدخلي له، والله ما كندخل، ما تسمحوا لي لا الدنيا لا الاخره. شنو ما فهمتش؟ ما فهمتش حتى بنتي ما تفهم لياش هادشي، وحق الله الا كانت من عند الله مرحبا، ولا ما عند العبد انا ما نسمحلوش حتى الغدا قدام الله. كاع اللي كيتبعني انا ما كنتبع حد، انا غير درويشه وخدامه على وليداتي، وانتم عارفيني والناس تابعيني تحتي على والو، على والو. لو كان غير، لو كان غير يعني درت شي حاجه من هاد اليوتيوب ولا، ما يبقاش فيا الحال والله خوتي، ما يبقى فيا الحال. انا مازال ما درت منه والو وتابعيني، شنو غادي ندير؟ الله هو اللي كيعلم. وكنطلب منكم تسمحوا ليا وتقبلوا عليا، الله يسهل عليكم. وشحال من وحده يعني، واحد صاحبتي عيطات لي، حطي واحد صاحبتي عيطات لي قالت لي راه كنوقع ليا بحالك، ولكن انا بوحدي انا يعني. انا يعلم الله الا طلعت للطوندوز، الا طلعت الا وصلت للطوندوز غنتحطم، غنتحطم خطرة وحدة. والهلا يدور علينا عينين، وحنا ما كنتبعو حتى شي واحد بشي حاجة خايبة، وما كنحضي حتى شي واحد، كنديها غير في سوق راسي وفي سوق وليداتي. والله بالعي البابا بنتي كيدخل شي صاحب، بالعي البابا الحبيب، وكنديها غير في سوق راسي والناس تابعيني. وماشي البراني، ماشي البراني، براني عمرو ما يتبعك، برانيش من فايده عنده. كاع الا بغى يعايرك ولا شي حاجه يقدر يعايرك في كومونتير، يقدر يقولك شي حاجه خايبه، يقدر وديالك كيتبعوك على والو، بحال اللي نتي طفرتيه وهما مازال اللور. انا عندي احساس، والاحساس ديالي ما راه ماشي البر، راه البراني عمرو ما يغيرك. البراني يقدر يعايرك، البراني يقدر يقولك شي حاجه خايبه، يقدر بزاف الحوايج بالحق باش يتبعك، راه عمرها ما تكون. واخا كاع فما تنتي وشي وحده برانيه ولا ساعه الشيطان ولا هادي، نقولو يمكن بالحق باش يبقى تابعك في صحتك ودرتي فعلتي، راه عمرها ما تكون. ورا غيد يا ولي، ورا غيد يا ولي، تابعيني الله ياخذ فيهم الحق. اللهم عارفين راسهم، تحز ليها تحز ليها ليه وكول زيديني حتى الفقرة تابعيك. ماشي هما عارفين راسهم، ولكن تفرجوا فيا وكيعرفوا راسهم. نقول لكم واحد الحاجة، أنا خليت لكم الله كيما تابعيني على والو،
انا خليت لكم الله هو اللي غادي يتولاكم وهو اللي غياخذ ليا حقي فيكم كما تبعتوني وانا القناه ديالي دايرها بالعشق والقناه ديالي كنحمق عليها حتى ما بقيتش كندخلها راني ما نسمح لكمش تنغدى قدام الله عمركم ما شفتوا شي وحده كتقول خوتي اسمحوا لي على داك الفيديو اللي تقطع اقسم بالله ما فهمتش شنو واقع كاع ما فهمتش ما تفهم ليش هادشي راه بزاف 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 كنت كنصور الفيديو ونقول لكم هذاك في 5 دقائق صورته دابا هذه سيمانه باش نزيد عليه غير نكمل غير ديك 8 دقائق انتم عرفتوا المهم سيمانه باش نكمل فيديو فيه 8 دقائق باش نحطو هادشي اللي واقع ما فهمتش والله ياخذ الحق الله ياخذ الحق الله ياخذ الحق انا ما مسامحه حتى لواحد تبعني صحتي ما مسامحه حتى لواحد تبعني في حياتي انا يا ما نسمح لكمش حتى الغدا قدام الله حيت انا ما كنتابع حتى شي واحد انا ديا غير في سوق راسي وغير في همي والناس تابعيني ما عرفتش علاه من كون كنت دايره شي حاجه يا ودي ولا حتى لا تبعوني ما يبقاش فيك الحال تابعيني على والو على والو على والو تابعيني واللي غنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل كما كرهتوني في قناتي كما كرهتوني الحياه القناه ديالي كنحمق عليها كما كرهتوني فيها الله يجعل ربي ياخذ فيكم الحق في الدنيا قبل الاخره كاع اللي تبعني في الصحه ديالي وفي اي حاجه الله يجعل ربي ياخذ فيه الحق في الدنيا قبل الاخره انا ما مسامحه لكمش انا ما مسامحه لكمش حتى الغدا قدام الله وغدا قدام الله كلشي غيتحاسب هذا راه غير الدنيا فايته كلشي غيبقى هنا وكلشي غيتسال سمعتوا انا قناتي دايرها باش نخدم على راسي وتكرفست عليها وتعذبت عليها وشوفوا دابا شنو كيوقع ليا عليها ما فوش كاع الناس بحالي ولا غير انايا هادشي راه ما تفهم لياش والله ما تفهم ليا والله ما فهمتش ما فهمتش وليت كتلف لي الهضره يلا شتو سمية اللي كتعرفوا كي ولات شتو سمية اللي كتعرفوا كي علاش ما نعرف وسيروا بنيتي سيروا راه عمرو ما تربحوا كما تبعتوني راه عمرو ما تربحوا راه هو خط طلع تهبطوا سمعتوا وربي كبير انا عندي الثقه في الله سبحانه وتعالى عندي الثقه في الله مهم الناس اللي كيبغيوني سمحوا لي بزاف الله يسهل عليكم وشكرا لكم بزاف ودعيو معايا الناس اللي كيبغيوني يدعيو معايا وصافي الله يسهل عليكم يا رب